امرأة أسقطت في الشهر الثالث من حملها فلم تصلي مدة 8 أيام بسبب دم النفاس. نعم. أسقطت في شهرها الثالث، أسقطت الحمل فلم تصلي مدة 8 أيام بسبب دم النفاس، هل عليها قضاء تلك الصلوات؟ إذا كان الحمل قد تبين فيه خلق إنسان، تبين فيه خلق إنسان فرضت أعضاؤه فإنها وجاه دم بعده هذا نفاس، ليس عليها صلاة ولا يجوز لها تصلي لأن هذا دم نفاس. أما إذا كان الحمل ما فرضت ولا تبينت أعضاؤه فإن الدم الذي يأتيها نزيف وليس نفاسا فعليها الصلاة، وإذا كانت تركت الصلاة في هذه الحالة تقضيها. فالحد الفاصل هو حالة الجنين، هل هو مفرض أو غير مفرض، وإن كانت لم تره المدة، إذا بلغ 81 يوم بدأ التخليق يعني دخل في الشهر الثالث، دخل في يعني 81 يعني مضى له شهرين وعشرين يوم ودخل في العشر الأخيرة من الشهر الثالث، العشر الأخيرة من الشهر الثالث بدأ وقت التفريض. نعم.